المستقبل الاقتصادي، التعاونات والشراكات الاقتصادية القائمة ما بين البلدين. دكتور هشام إبراهيم الخبير المتخصص في التمويل والاستثمار، أهلا بك دكتور، واعذرني أن أنا طولت. يوسف بيه صديقي العزيز، مساء الخير، تحياتي لحضرتك وسهلا. ازاي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ تحياتي حبيبي. تشوف مستقبل العلاقات المصريه الامريكيه اقتصاديا في اي شكل وباي اطار؟ الحقيقه مش عايز استثني العلاقات البينيه فيما بين مصر وامريكا بعيدا عن المشهد الاقتصادي العالمي ككل، وخاصه في الظروف الحاليه. احنا بنعيش ازمه اقتصاديه عالميه حقيقيه تقريبا تقترب انها تصبح كارثه اقتصاديه. الوضع الحقيقه على المستوى الدولي مخيف، على المستوى الاقتصادي احنا بنتكلم مش بقى ركود وكساد، احنا بنتكلم على ضغوط عنيفه للغايه، ويمكن شاءت الظروف انه اذا كان البعض بيتحدث عن حجم المديونيه داخل مصر، خلينا نقول الرقم، حجم الدين في امريكا 31 تريليون دولار. امريكا عندها مشكله عنيفه جدا فيما يتعلق بحجم الدين. وده بجانب بقى معدلات التضخم المرتفع، بجانب ارتفاع تكاليف المعيشه، بجانب هي داخله هي في حرب، والحرب دي مش بقى حرب عسكريه، لا احنا بنتكلم على حرب اقتصاديه مع روسيا، والاقتصاد العالمي كله بيتجه للتغيير، كل واحد بيستخدم الكروت اللي بتتاح ليه. امريكا سعت انها تبعد روسيا عن الاتحاد الاوروبي وتحقق مزيد من الضغوط علشان توجع الاقتصاد الروسي، والرد جاء بالمثل انه كمان روسيا بتتحرك في هذا الاطار، وروسيا حتى الان نجحت في انها تبرم اتفاقات بينيه مع 45 دوله على مستوى العالم في ان تنحي الدولار جانبا، والحرب الحقيقيه هي حرب اقتصاديه. ويمكن ما يتعلق بقى بمصر تحديدا، مصر هي طول عمرها دوله مسالمه، دوله سلميه، لا تسعى للدخول في صراعات، بل على العكس تسعى للدخول في شراكات. وهنا الحقيقه على الرغم من العلاقات الاستراتيجيه فيما بين مصر وامريكا اللي مصر بالتاكيد حريصه عليها كل الحرص، لكن كمان مصر الحقيقه بتسعى بنفس القوه لايجاد علاقات اقتصاديه اخرى مع كافه دول العالم. حلو. والحقيقه لا ناخذ امريكا هي الوجهه الوحيده او القبله الوحيده، احنا علاقتنا مع الصين قويه للغايه منذ ساعات معدوده، كان علاقتنا يمكن السيد الرئيس كان في زياره حامل للغايه للهند، ونفع العلاقه الاقتصاديه قويه جدا مع الهند، مع روسيا بالتاكيد، مع المنطقه العربيه بالتاكيد، العلاقات فيما بين مصر والامارات والسعوديه والكويت وكمان قطر الحقيقه ما زال العلاقات بتزداد قوه ورسوخ في اطار حجم التبادل التجاري فيما بين مصر وهذه الدول، فيما بين حركه تدفق الاستثمارات فيما بين مصر وهذه الدول، فيما يتعلق بالتدفق السياحي اللي بالتاكيد مصر مهتمه به كثيرا. فما يتعلق بالعلاقات الاستراتيجيه فيما بين مصر وامريكا اللي بالتاكيد مصر حريصه تماما انها تزيد هذا الامر، لانه بالتاكيد امريكا كانت وما زالت قوه اقتصاديه عظمى على المستوى الدولي، بالتاكيد نحن في حاجه اليها، في حاجه لمزيد من التبادل التجاري معها، في حاجه لاستثماراتها، في حاجه لنظم اداره وتكنولوجي قد يكون متوفر لديها ومش موجود عندنا، بالتاكيد نسعى للاستفاده من هذا، لكن في ذات الوقت ايضا نحن نعرف مصالحنا جيدا ونسعى لشراكات اقتصاديه بعيدا عن اي املاءات سياسيه، بعيدا عن اي ضغوط سياسيه. ده التوجه المصري اللي طول عمره كان موجود وهيظل ان شاء الله موجود مهما كانت الظروف الاقتصاديه الصعبه او الضاغطه على الدوله او على المجتمع او على المواطن. في النهايه لما تيجي تسال المواطن في الشارع تقول له اكلك ولا كرامتك؟ يقول لك كرامتي. واتصور هو ده النهج اللي بتنتجه الدوله المصريه والرئيس والحكومه، انه مصر هتظل دوله قويه حتى اذا واجهها بعض الظروف الاقتصاديه الضاغطه، لكن هيظل نفصل ما بين قراراتنا السياسيه اللي بتحقق مصالحنا وفيما بين قدر التعاون مع اي دوله. طيب دكتور، ما بيننا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقات اقتصادية كتير، يمكن كان أشهرها وأبرزها اتفاقية كويز، لكن مش ده المسألة. المسألة هي ده سؤالي، يعني أنه بالتأكيد الإدارة الأمريكية ما هياش بصدد أنها تجبر أو تدفع دفع عن المستثمرين الأمريكان لتوجيه استثمارات لمصر، لكن مستقبل
وجود استثمارات أمريكية بشكل أكثر اتساعا وتحديدا في مجالات الصناعات التقيلة وهم متميزين في ده وصناعات السيارات وما إلى ذلك، إيه أفاق ده أو أفاق هذا الاستثمار في مصر، خصوصا أن احنا أصبحنا عندنا جاهزية رائعة جدا من حيث البنية التحتية في مناطق اقتصادية داخل جمهورية مصر العربية؟ بالتأكيد مصر حديثة تماما على جذب الاستثمارات بشكل عام ومن الاستثمارات الأمريكية بشكل خاص. فكرة أنه الدولة الأمريكية أو الحكومة الأمريكية هتضغط على المستثمرين لديها مفيش كلام في إطار التوجه لزيادة أو تقوية العلاقات مع مصر، أتصور أنه إذا كان هذا الأمر مقبول خلال الفترات الماضية في الظروف الحالية مسألة صعبة للغاية، لأنه إحنا بنتكلم على مشهد مضطرب للغاية على المستوى الاقتصادي، بنتكلم على مناخ استثمار مضطرب للغاية، بنتكلم على أفق للتخطيط اللي طبيعي أي مستثمر حينما يقدم ويضخ أي استثمار بيحتاج إنه يعمل تخطيط. مفيش ولا مستثمر على مستوى العالم قادر يحط تخطيط يتيقن، مش هقول لك لسنوات، الطبيعي الاستثمار بيستغرق عشرات السنوات، لكن مفيش مستثمر قادر يخطط لعشر مش لسنوات. والمشهد بقى صعب جدا، احنا بنتكلم على اضطرابات في اسواق المال، في اسواق الصرف، في تكاليف التمويل المرتفعه، اضطرابات في اسواق الغذاء، في اسواق الطاقه، مشهد مضطرب للغايه. وبناء عليه ما يجبش ان احنا نحط او نفتح سقف طموحاتنا لارقام من الاستثمارات الاجنبيه كبير. وعشان كده هي الرساله الاهم في الوقت الحالي، علينا نحن ان نعتمد على انفسنا في الداخل مبدئيا. ولو جه من بره حاجه في ظل الظروف الضاغطه على الجميع اهلا وسهلا. لكن هذه الدولة لم يبنيها إلا رجالها، إلا أبنائها، وعلينا أن احنا الحقيقة في هذه الظروف الصعبة أن احنا نعتمد على قدراتنا الذاتية. الأمر الثاني، نعتمد على من يتشابه معنا، مع أخواتنا يعني كده بالبلدي، مع أشقائنا في المنطقة العربية، مع أشقائنا في وأهالينا في المنطقة الأفريقية، مع الدول النامية. وإحنا يمكن الرئيس كان بيخوض جولة هامة للغاية خلال الأيام المعدودة الماضية مع عدد من هذه الدول، بالتأكيد الهند أبرزها. علينا ان احنا نتقارب فيما بيننا كدول ناميه، لانه على ما يبدو الكبار يخططون لانفسهم فقط، يخططون للشكل الجديد للاقتصاد العالمي لم تتضح معالمه بعد، لكن بالتاكيد لن يكون في مصلحه الدول الناميه. طب سؤال برضه، على الدول الناميه، وبالتالي على الدول الناميه ان تجد لذاتها مكانه ليس مع احد الطرفين على حساب الطرف الاخر، لانه بالتاكيد الدول الناميه لن تنخرط في هذه، مش هقول الحرب، لكن في هذه الماساه اللي ضاغطة على الجميع ولن تكون نهايتها فائز وخاسر، الكل خاسر، سواء كان روسيا، أوكرانيا، أمريكا، ألمانيا. احنا بنتكلم على تغير نوعي في شكل الأزمة، في شكل الحرب، بنتكلم دخول دبابات على أرض الواقع من أمريكا ومن ألمانيا، معناه أنه هذا الحرب يمكن أن تستمر لسنوات طويلة. وبنتكلم على أنه هذه الدولة يمكن أن تتحول إلى أشبه بسوريا، لأنه هذه الدولة اللي بتضرب بنيتها الأساسية لن تكون بيئة صالحة للمعيشة، وهيقطع فيها جماعات إرهابية، والمجتمع الدولي كله سينكوي بنار ما يحدث حاليا. وبالتالي هو ده المشهد الاقتصادي أو السياسي أو الأمني والعسكري والاستراتيجي الضبابي اللي احنا كلنا عايشين فيه، وعلى قادة الدول العظمى إن هم يعيدوا التفكير مرة أخرى. أستعيد المقولة أو المناشدة أو النداء اللي وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح كوب 27، لما ناشد هذه الدول لأنها الحقيقة تضعف كثيرا بشعوبها، مش هقول بشعوب الآخرين، لأنه الدول العظمى حاليا أصبح لديها اضطراب عنيف في الشارع، نتكلم على فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، أمريكا، ممكن خلال هقول أيام نشوف اضطرابات ومظاهرات في الشوارع. هذه الفئة من هذه النوعية من المواطنين لم تعتاد على هذا الأمر، كانت طول عمرها عايشة في عيشة مرفهة. في الوقت الحالي ظروف ضاغطة عليها بشكل كبير، مش بس ارتفاع أسعار، اختفاء سلع من الأسواق، وهي هو ده اللي أوصلته قادتها بيهم. وبالتالي يعني إذا كان النداء اللي احنا سمعناه وأنت كنت تتحدث عن 25 يناير و30 يونيو، إذا كان حينها كانت الرسالة الموجهة من أمريكا أو من دول أخرى لمصر أو لغيرها يعني خليكم مع نبض الشارع، الرساله اللي احنا دلوقتي بنقولها للقاده في امريكا، في بريطانيا، في فرنسا، في المانيا، في ايطاليا، خليكم مع نبض الشارع، لانه الشارع والمواطن بدا يئن مما يحدث، ويجب ان يوضع حد لهذه المعزله. صحيح. انا بشكرك جدا يا دكتور هشام، اشكرك جدا جدا دكتور هشام ابراهيم، الخبير المتخصص في التمويل والاستثمار.